صديق، انا شفت اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. تشوفوا معنا تخريب تقريبا 15 سياره اللي تخربات هنايا في مدينه الدار البيضاء، بالضبط من رياض الالفه. تشوفوا معنا شحال من سياره تخربات هنايا، يعني الساكنه طالع عليها الدم بسبب هذا الشيء اللي طرا هنايا، يعني مبلاصين السيارات ديالهم وكيجيو كيلقاوهم مخربين. يعني انتم كتشوفوا شنو طاري هنايا في رياض الألفة، تخريب تقريبا 15 سيارة اللي تخربات هنا في منطقة رياض الألفة. خاصني تقدر تقول لنا شنو وقع هنايا بالضبط؟ تقدر تقول لنا شنو وقع؟ شد عندك هذا الله يحفظك. خاصيدي السلام عليكم. شنو وقع هنايا بالضبط؟ خويا حنا كنا قبل ما بغينا قبل ما نعسو كنسمعوا داك الشيء ديال ديال التفرقيع الفوق باق 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 مع ديك 12، حنا قلنا صافي راه شي حاجه عاديه اللي كنا كنسمعوا، صافي نعسنا. فاذا بي كنعس حتى كنسمع الغوت هو والتيار طقنا هبط حتى كنلقى وخويا اش غادي نقول لك، من التمين بحال داك الشيء ديال العصابات بحال ما هكا، من التمين شي من التم شي حيد حوايج جوج. سيدنا كيف ما تبعتوا معنا تصريح مع السيد، عاود لينا اشنو طرا هنا. قال لك تقريبا 10 ديال السيارات اللي تهرسوا، 10 ديال السيارات اللي تهرسوا، يعني الساكنة غاضبة على هاد التصرف هذا اللي طرا هنايا، يعني كيطلوا من الشرازم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هذاك فوجك، مش هذاك فوجك. لا لا، هادو تقريبا مع الزواد، هادو اللي جاو من التمين. هادو تقريبا واحد شي ساعة، شي ساعة ديال الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهدي مخلوق وصافي. يعني انتوما كتشوفوا متبعينا التصرف الاخلاقي، يعني بنادم حاط طوموبيلته لتحت كيهبط كيلقاها مهرسه. هادو خاصهم يتخاد في حقهم اقصى العقوبات، وما خاصهمش يتبعوهم والديهم، حيت اغلبيتهم كيمشيو كيتبعوهم والديهم وكيخرجوهم. يعني بحال هادو خاصهم يتعاقبوا ويتشدوا عليهم العقوبات. بس شوف الاخر تقدر تقول لنا شنو طرا هنايا بالضبط؟ ما كنتش حاضر والله، ما كنتش حاضر بالله. هذه طوموبيلتك؟ ما كنتش حاضر والله، ما كنتش حاضر. طوموبيلتك؟ اه طوموبيلتي. بس هبطت لقيتي طوموبيلتك، شنو دار فراسك؟ ما زعما داك الشيء باين حتى هي. شنو بالك التصرف اللي داروا هاد المول الثاني، هاد العصابه هذه اللي جات، شنو بالك التصرف؟ وما شفت والو خويا، ما نكذبش والله، ما نكذب عليك. ما عندك ما تهرس، شنو ظهر لك في التصرف هذا؟ والله هذا ما عرفتش. شنو بغيت تقول لهاد الشباب هادو؟ واش ما عندك ما تقول لهم اصاحبي، راه والديهم اللي خاصهم يتقال لهم. واش راجل ناعس ولده ما ناعس حداه؟ يعني خاصو يدير التربيه، خاصو يدير الصلاه. ايوا التربيه ما كايناش اصاحبي، اش غنقول؟ التربيه ما كايناش. الوالدين خاصهم يتربوا قبل الدراري، حيت كون الوالد مربي ما يخليش ولده يخرج للزنقه يضيع. الحمد لله على سلامتكم، ما طرا لكم انتم والو، بعدا جات غير في الحديد. الحمد لله بعدا على سلامتكم. يعني كتشوفوا معنا مشاهدينا، الساكن هنا طالع عليه الدم بسبب هذا التصرف هذا لا اخلاقي من طرف عصابه ملتامه. شوفوا الاثار ديال الضرب اللي كان هنا، تقريبا 15 سياره اللي تهرسات.
نتمنوا من هذا الشباب يهديهم الله ويراجعوا نفوسهم ويشوفوا هادشي اللي كيديروا راه لا اخلاقي، يعني افعال اجراميه هادشي اللي كيديروا. بنادم ناعس وتجي انت تهبط تهبطوا بسيوفه وتضربوا السيارات، راه تصرف لا اخلاقي. نتمنوا يهديهم الله ويراجعوا نفوسهم، هادشي اللي كيديروا راه ما كيدارش. الكره راه حدها التيران، ماشي تخرج وتهرس الطوموبيلات ديال عباد الله. يعني هاد السيد هذا اللي غادي يفيق غادي يمشي يترزق بطوموبيلته، غادي يفيق غيلقاها مهرسه، يعني ضاع عليه نهار. بعد الليل ما غاديش ينعس، ما غينعسش بسبب هادشي. الغد ليه عاوتاني غيفيق غير خصو يمشي يصيب الطوموبيل ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله. من هادشي في رياض الألفة، مجموعة واحد. شوفوا معنا الساكنة هنا اللي طالع عليها الدم بسبب التصرف ديال هاد الشباب هادو اللي هو لا أخلاقي. يعني جاو من التمين دخلوا على هاد الزنقة هادي وهرسوا الطوموبيلات ديال عباد الله. الزاج دخل لداخل، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يهديهم، الله يهديهم، الله يرد بهم. الكره تبقى في التيران، حتى كتغوت صرف لا رجاء لا وداد، وكيخسروا الهضره. والله كتشوفوا معنا هادشي اللي طرا هنا في رياض الألفة. الساكنة ما قدراش دابا تدخل تنعس، يعني حيت خايفين على طوموبيلاتهم، خايفين اللي يعاودوا يرجعوا عاوتاني ويتهرسوا لهم طوموبيلاتهم. السيد سمعتوش قال لنا في التصريح، قال لك ان اللي طل من الشرجم شعل الضوء كيشيروا عليه بالحجر، يعني باش ما يتعرفوش هاد الناس هادو، باش ما يبانوش. يعني الحمد لله التدخل ديال رجال الامن كان على الفور، يعني ولكن هادوك راهم من التمين، يعني حتى الساكن هنا واخا يبغي يتعرفوا عليهم جايين من التمين وعارفين شنو كيديروا وعارفين علاش جايين. يعني نتمنوا من الله يهديهم يعني ويتقوا ريوسهم ويراجعوا نفوسهم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.